تم على أساس هذا الاجتماع تحديد التسعيرة الرسمية لأصحاب المولدات، والتي كانت تتكلم عن أهم التسعيرة اللي عادة نجد فيها بعض المخالفات وبعض الشكاوى، اللي هي التسعيرة الذهبية، وكانت 12,000 دينار للمولدات التي ليس لديها وقودية، وبإمكان إضافة 1,000 أو 2,000 للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية. أما التي لديها حصة وقودية تكون تسعيرة 12,000 دينار. سعر الأمبير العادي 6,000 وسعر الأمبير الليلي 9,000. 6 9 12 ليلي 6 9 12 6 العادي 9 الليلي 12 الذهبي للمولدات التي لديها حصة وقودية، وممكن إضافة 1,000 أو 2,000 دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية. زين، أكو مولدات الآن بوحدات إدارية بمناطق. أوضح سيدي الكريم، هذا البيان قديم، أنا ذكرت لجنابك لأن إحنا يعني حتى المواطن الكريم يعني يستوضح هذه المعلومة. هذه التسعيرة وضعت قبل نهاية قبل بداية شهر السادس. زين، تمام. نعم. وهي معنية بتسعيرة الشهر السادس، لكن حصلت متغيرات كثيرة منذ بدء الشهر السادس ولغاية يومنا هذا. فإن شاء الله بالشهر القادم راح تكون تسعيرة موحدة. تسعيرة موحدة ب 12,000 لا زيادة ولا نقصان. لا، عفوا، موضوع التسعيرة هنالك عاملين مهمين. هذين العاملين هم الذين يتم من خلالهم تحديد السعر لأصحاب المولدات العاملة في العاصمة الحبيبة بغداد. العامل الأول أو المحور الأول هو مدى تنفيذ الطاقة الكهربائية في نواحي وأقضية بغداد. العامل الثاني هو كمية الوقود المجهزة من الأخوة في وزارة النفط، شركة توزيع المنتجات النفطية، هيئة توزيع بغداد. نعم، فعلى أساس هذا الموضوع يكون هنالك اجتماع قبل نهاية كل شهر، ويكون حاضرين به الاخوان الممثلين على النفط والكهرباء، ونستقر هذين المعيارين، وعلى اساسه يتم تحديد السعر للشهر القادم ان شاء الله.